إذن معكم إسماعيل شفقي، رئيس هيئة شباب المغرب الحداثي. اليوم كان الجمع العام التأسيسي للهيئة. هي واحد الهيئة مدنية حاولت أنها تجمع القوى ديال الشباب، قوى الشباب المؤمن بقيم الحداثة، بقيم الانفتاح. أساسا كيحكمونا ثلاثة ديال الأهداف أساسية: هدف مجتمعي ثقافي يهدف أساسا إلى إشاعة قيم الحداثة، قيم التنوير، قيم الانفتاح، قيم العيش المشترك بطبيعة الحال وفق المرجعيات ديال البلاد، وفق الخصوصيات نتاع البلاد. طبعا عندنا هدف في المجال الاقتصادي، نستهدف أساسا التأطير ديال الشباب من الناحية الاقتصادية باش ينخرطوا في هذه الديناميات الاقتصادية الجديدة، في الرؤية الاقتصادية الجديدة ديال البلاد. آلية التشغيل الذاتي، المقاولة الخاصة، المبادرة الفردية، هذه كلها مفاهيم وأفكار كتهيكل التصورات ديال هيئة شباب المغرب الحداثي. كذلك منخرطين وغادي ننخرطوا إن شاء الله بقوة في الملف الدبلوماسي، أساسا قضية الصحراء المغربية، من خلال تكوين مستمر، تعزيز الجاهزية الدفاع عند كل الأعضاء، إن كان على مستوى تعبئة الجبهة الوطنية الداخلية أو حتى على مستوى الترافع، من خلال سفراء شباب لنقول متمكنين من الملف قانونا تاريخا وقدرة على 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 الترافع. إذن هذو هما الأهداف الكبرى والتصورات الكبرى اللي كتهيكل هذا المشروع اللي اليوم كان تأسيس ديالو. طبيعة الحال من ناحية التنظيمية كنعتمدوا آلية الديمقراطية الداخلية، آلية التوافق، هذيك أمور تنظيمية اللي أساسي هي الأهداف واللي أساسي هي روح الشباب اللي منخرطين بها والجدية والحرارة ودرجة الإيمان العميق بهذا المشروع. مشكورة السلطات لأنها يسرت لنا الأمور والإجراءات، مشكورين رجال الإعلام على التغطية ديالهم وعلى الاهتمام ديالهم بهذا المولود الصغير، إن شاء الله غادي يولي كبير وكبير جدا، فمشكورين جميعا.